السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس على الكل، اعمل لايك للفيديو. طبعا يا جماعة، حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، يعتبر أكشن تالت مرة. أرنب يا جماعة البابيون التانية ولدت، البابيون التانية يا جماعة ولدت، واحنا ملقحين مجموعه ارانب مع بعضها يا جماعه. لقحنا ثلاث ارانب بتاريخ واحد، يوم واحد لقحنا ثلاث ارانب، الحمد لله ولد منهم اثنين وصورناهم، وطبعا لسه فيه اثنين، واحده ولدت يا جماعه، ولسه برضه واحده متلقحه ب 25، لسه ان شاء الله ما ولدتش. طبعا تعالوا نشوف الارنب يا جماعه اللي ولدت. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، ده ارنب بابيون بفضل الله، هيت حاجه برضو ما شاء الله يا جماعه، حاجه جميله جدا، ملقحها من دكرين يوم 24/2 يا جماعه، من الدكر الهاي بلس والدكر البابيون. طبعا ديت ولدت بعد ميعادها بيومين، يعني هي 24، هي تلقاها 24 والده 27/3، 27/3 يا جماعه، النهارده 27/3 هي ولدت الصبح، واحنا النهارده اخر الليله يا جماعه، ولدت 27/3 ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى جابت عدد قد ايه يا شباب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، الصلاه على النبي. طبعا دي ما نضيفتش كتير يا شباب زي الايه، زي الارانب التانيه، ما نضيفتش كتير زي الارانب التانيه. بسم الله ما شاء الله، ارنبه بكريه، لقحها من دكرين، دكر هاي بلس وذكر بابيون، جايبه كام ارنب؟ الصلاه على النبي، ادي 1 2 3 اسمر، وادي بابيون 1 2 3 4 بابيون، ده 5 اهوت ماشي، وواحد بس هو اللي جاي ايه؟ فيلاين. اه يا شباب، هاي بلس ده واحد هو اللي جاي ابيض، ايه؟ ابيض. يبقى جايبه 4 5 بابيون، 5 ارانب بابيون، وتلاتة اسود، وواحد بس هو الابيض يا شباب، ما شاء الله اهو. فدي جايبه كام ارنب؟ جايبه 9 ارانب يا شباب، جايبه 9 ارانب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، اهم التسعة، حاجة جميلة جدا، ارنب يا جماعة بكرية ماشي، جايبه 9 ارانب زي الفل يا شباب ما شاء الله. طبعا دي مهمتنا ان احنا بقى نغطيهم، مهمتنا يا شباب هنحافظ عليهم، 9 ارانب وارنبه بكريه، يبقى معنى كده ان في خصومه كويسه جدا يا شباب. نبدا نغطي الخلفه ديت ونهتم بيها ونراعيها. شايفين يا جماعه التبن والقش له فايده كبيره جدا، بتدفي معاك الخلفه ديت ماشي. وادي الام يا جماعه بصحه جيده جدا ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب ويزيدها ويزيد ويبارك ماشي يا شباب. طبعا دي برده متلقحه يوم 25/2، يعني ان شاء الله دي ممكن تولد بكره تمام، يعني ميعادها بكره تعتبر هتولد. انا قلت فوق اسال معاده، يعني يعتبر النهارده 33 يوم، يعني النهارده 27 يا جماعه ماشي، المفروض دي لها النهارده 30 يوم. فانا طبعا لسه مجهز القش اهيت ماشي يا شباب اهيت، وعملت القش نعمته اهيت يا جماعه، بس انا القش كانت اكلت منه كتير، فجيت هطلع قش ايه، قش تاني. وانا يا جماعه بتقصقص في القش اهيت يا شباب، ان شاء الله برده لما تولد ان شاء الله هنصورها لكم. طبعا يا شباب برده هنجيب القلم ماشي، وهنجي نقرا اهوت، يا متلقحها يوم 24، ادي والده النهارده، ادي ولاده 27/3، العدد 9 ارانب ماشي يا جماعه. دي متلقحها كام؟ 9 7 24 والده يوم 27/3، عدد 9 ارانب زي ما شفتوا كده يا جماعه. وتعالوا بينا برده نشوف الارنبه ديت، دي برده والده اللي هو والده امبارح 26 ماشي، ربنا يزيد ويبارك مغطيهم اهيت ان شاء الله. اليوم بيفرق يا شباب زي ما انتم شايفين، اليوم بيفرق، شوفوا يا جماعه اليوم بيفرق في الارنب اهو، ومرضعهم وزي الفل يا شباب ما شاء الله يا جماعه، اليوم يا شباب بيفرق في الارنب بفضل الله ماشي، ربنا يزيد ويبارك وربنا يحميه. برده دي برده ارنبه ان شاء الله تمام يا شباب، ودي ان شاء الله برده ان شاء الله لما تولد هنصورها لكم. وده برده يا جماعه الارنبه الريكس اللي انا صورتها لكم قبل كده ماشي، هي برضه اول واحده والده، برضه والده يوم 26/3
والدي ده ما شاء الله 10 ما رضعوه يا جماعه ومغطيه على ميت ان شاء الله ربنا يحميه ان شاء الله. هيت حاجه جميله جدا هي يا جماعه مرضعه عايش فينا يا جماعه. ارنب بطنه مليانه ازاي يا شباب؟ ارنب بطنه مليانه لبن ازاي يا جماعه؟ ارنب بطنه مليانه لبن وارنب برده بكري. يلا اطلع بره، لا بره، يلا اطلع بره يا شباب. ارنب بطنه برده مليانه ايه؟ مليانه لبن يا شباب. ما شاء الله حاجه جميله جدا، ربنا يحميها ويزيد ويبارك فيهم يا رب. وطبعا الحمد لله ناجحين بهذا الاساس وناجحين بشغلنا ده يا شباب. عندنا ما شاء الله انتاج اهوت، ربنا يزيد ويبارك، حاجه جميله جدا. شغل ممتاز ماشي، بنحاول ان احنا قدر الامكان ان احنا نجتهد وننتج. يكون في عندك شبشبيه يا جماعه، ذكر ذكر اصفر ده اللي هو البلجيكي الفكره ورا النتيان. الحمد لله قادرين ان ننجح بهذا الاساس ان شاء الله. ده ان شاء الله بكره باذن الله يا جماعه هنديها مضاد حيوي وهنديها ايفوماج وهنديها كالسيوم وهنديها كافوزال. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، الحاجات ما تقوليش ما بديش، ما تقوليش ما ينفعش تدي، لا لازم تدي. خدها مني، خدها من اخوك نصيحه، لازم تدي، خدها من اخوك نصيحه، لازم تعطي. مش كل الناس شغاله بعلب بتكبس، مش كل الناس شغاله بعلب بتكبس. كمان الناس اللي احنا بنكبس علف، تمام، احنا بنكبس علف، بس ما بنحطش في العلف مضاد حيوي، ما بنحطش في العلف ايفوماج، ما بنحطش في العلف كافوزان، فاهمين يا جماعه؟ فدي حاجات مهمه جدا. طب ما الام اللي هي الواحده الست اللي هي مثلا زوجته وزوجتك واللي والكلام ده، اخته واختك والكلام ده، بتبقى حامل وبتاكل لحمه وبتاكل فراخ وبتاكل سمك وبتاكل كل البروتينات وبتاكل كل حاجه طول ما هي فتره الحمل، تمام؟ ومع ذلك لما بتولد ماشي، الدكتور بيدي لها مضاد حيوي وبيدي لها كالسيوم وبيدي لها فيتامينات وبيدي لها حاجات عشان خاطر تنزل اللبن، وبيدي لها علاجات كتير جدا. يعني اختي كانت والده قريب اهيت ماشي، والده عند الدكتور رشدت علاج واخدها بعد الولاده، رشيدة علاج والله بعد الولاد، وحاجات كده برضه عاملين الادرار عشان اللبن والكلام، وكالسيوم وفيتامينات ومقويات لهم. وما طول 9 شهور بتاكل وبتشرب كويس جدا جدا عشان تتغذى وتغذي الجنين اللي بطنها. شايفين يا جماعه؟ شايفين لسه ارنب صغير بيعمل ازاي؟ ولسه حته صغيره، يعني لسه حته صغيره بيعمل ازاي؟ ماشي. فانا بنصحكم نصيحه بوجه الله، مش مستنظر من حد حاجه، نصيحه لوجه الله، لازم تعطي. انت جرب، اقول لك على حاجه، جرب. ما تقوليش مثلا انا ما بعطيش، لا انا عايزك تجرب يا عم، خدك مش هتخسر حاجه. يعني انت لما تجرب مش هتخسر حاجه. معلش لما تيجي تدي مضاد حيوي له فوائد كتير جدا بعد الولاده، حمى النفاس بقى ومشاكل كتير جدا بعد الولاده. انت بالايفوماج، تقول لي ايفوماج لازمته ايه ابو نرمين؟ اقول لك الايفوماج يا حبيبي ده هو نص سنت ايفوماج مصري يحمل ارنب من ايه؟ من ديدان، من طفيلات داخليه وخارجيه. الجرب ما ينتشرش عند الارنب، بيحمي بطن الارنب، بيساعد الارنب اصلا على النمو، والارنب حجمه صعوده بقى كويسه، تمام؟ ادوله ده بالكالسيوم، الكالسيوم مهم جدا جدا جدا. الكالسيوم بيزود اللبن بتاع الام اللي بتولد اللي والده، الكالسيوم بيزود اللبن عند الام اللي والده، الكالسيوم بيخلي الام تقدر تقف على رجلها وترضع والخلفه بتشد من جسمها. الكالسيوم ده بيخلي الخلفه اللي مولوده دي يا حبيب قلبي بتاخد حقها، نسبه اللبن فيه كالسيوم عالي، بيظبط حجم الخلفه، تلاقي خلفه طالعه عندك كويسه جدا، ما تموتش منك وهي في قلب الولاد، ما تموتش منك وهي في الولاد. نازل تشوف غيرك الارنب بتتولد وتاربع 5 ايام وبتموت واحد ورا الثاني، يبقى نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامينات، نقص في كل حاجه. طب الفيتامين ب12 الكافوزان لازمته ايه يا ابو نرمين؟ الكافوزان له فوائد كتير جدا بقى. فيتامين وفتح الشهيه وكمل غذائي عام، يعني كل حاجه للارانب. بينزل عن طريق اللبن للخلفه اللي بترضى. يعني بينزل عن طريق اللبن للخلفه اللي بترضى، فمهم جدا يا حبيبي، مش هتخسر حاجه، مش هتخسر حاجه. مفيش تربيه ارانب من غير ادويه انك تديها لي. انا عن نفسي بشتغل كده. انا بنصحك انت اشتغل زي ما انا بشتغل، جرب مش تخسر حاجه، جرب يعني ايش، جرب من غير ادويه وجرب بقى شوف الفرق، والصح اعمله، الصح انت شايف نفسك صح اعمله. انا بنصحك، بقول لك اللي انا شغال بيه، بقول لك الحاجات اللي انا شغال بيه. اقرب دليل زي ما انت شايف كده، ده نجاح اهو، ده نجاح اهو.
يعني ده نجاح. العيون كلها فيها خلف، في خصوبه، في شغل. تعالي كده يا مدير مين. بصوا يا جماعه، ده ارنب اهو، ده انا مطلعه من عندي، ذكر شاب لقحت منه، ماشي؟ يعني الامهات ديت اول ولده لهم من الذكر ده. يعني الامهات الوالده دي يا جماعه ملقح من الذكر هاي بلس ده. الذكر ده لو حطوه على الميدان وزود تلاقيه داخل على 4 كيلو و400 جرام. ولسه شاب. لسه الذكر ده شاب يا جماعه، الذكر ده اهو ما كملش 6 شهور. يعني الذكر ده يا دوبك 6 شهور. أو سبع شهور، 6 شهور ونص ما كملوش يا جماعة. لو حطيته على الميزان ووزنته، بتاع كده الميزان أهو، ماشي؟ خش كده، الميزان أهو اصفر يا شباب، ماشي؟ لما هو الذكر ده على الميزان أهو توزنه كده، شايفين يا جماعة؟ 4 كيلو و420 جرام، 4 كيلو 420 جرام، وذكر يا دوبك لسه عمره ما كملش سبع شهور، يعني 6 شهور وحاجات بسيطه، ماشي؟ يا دوبك الخلفه دي ولدت منه، الامه دي ولدت من خلفته، طالع من عندي. طب يعني اما اكون ذكر بالحجم ده والوزن ده، تمام، وذكر زي ده كده يا شباب وجاب الوزن ده، ده نتيجة عن ايه؟ نتيجة ان في علف جيد، نتيجة ان في ادوية ممتازة، تمام يا شباب، ان في حاجة مهمة جدا شغالة بقى في المكان. المكان عندك جيد، تلاقي عندك انتاج زي كده. شوف الدكر يا جماعة من صغره عامل ازاي؟ فين يا شباب؟ حاجة ما شاء الله. ناجحين بهذا العمل يا شباب، ناجحين بهذا العمل. تمام؟ يعني احنا كده ناجحين بهذا العمل يا جماعه. فانا بنصح كل مربي، كل واحد، كل شخص عايز يربي ارانب ويشتغل صح لازم تنجح. هوريكم برضو مثال، دي ارنب اهي، دي حته اهي، ماشي؟ برضو مطلعينها برضو من عندنا، ماشي؟ لسه في عيون الاحلال، يعني لسه ما اتلقحتش. تعال بقى نشوف وزنها كام على الميزان. الميزان برضه صفار اهو يا شباب، نحطها كده على الميزان. دي قد ايه؟ 3 كيلو. 3 كيلو وما لقحتهاش لسه، ولسه صغيره بالنسبه لي. دي لو عند حد تاني كان لقحها. يعني دي لو عند اي مربي صغير تاني كان خد الارمله دي بقى، اما راح ملقحها وهي عمرها وزنها 2 كيلو ولا 2 كيلو 600 جرام و2 كيلو 700 جرام. اقول له لقحتها ليه يا حبيبي؟ يقول لي لا انا لقحتها عشان عايز الارنبه اشتغل يا ابو نرمين. وواحد يقول لي انا اشتريت ارنبه 2 كيلو ولقحتها، 3 كيلو وربع ولقحتها، 2 كيلو 700 ولقحتها، 2 كيلو 800 ولقحتها، 3 كيلو لسه ما اتلقحتش. 3 كيلو اهيت ولسه ما عشرتهاش، ماشي؟ وما ينفعش اعشرها اساسا لما تعدي ال 3 كيلو. يعني يا شباب ما ينفعش اعشرها وارد احطها للذكر لما تعدي ال 3 كيلو. انا عندي هنا حتتين اهوت، تمام؟ بلصات لسه يعني ما كملوش في العمر، وزنهم عمرهم تقريبا 4 شهور ونص، تمام؟ او 4 شهور وحاجات بسيطه، ووزنهم معدي ال 3 كيلو. ولسه ما لقحتهمش، لسه ما عشرتهمش. اهي دي ارنبه اهي معاها 10 وزنها 4 كيلو وربع، ومعاها 10 4 كيلو 300 جرام كمان، وبترد على 10. انا بوريها لك ايه؟ انا عايزك تنجح، انا عايزك تشتغل صح، ماشي يا جماعه؟ طبعا دي كانت حلقه النهارده، انا حاسس ان انا طولت عليكم قوي، بس انا بحب ان انا افرح معاكم، ماشي؟ الارنبه الحمد لله بقى من ولدت، جابت 9 ارانب، ارنبه بكريه جابت 9 ارانب. نبدا نهتم بيهم يا جماعه، ونهتم بالخلفه بتاعتك، شوف الانتاج وشوف النجاح اللي احنا شغالين به. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.